خلينا نتجمع شوي كمان يا جماعة حتى أحكي لكم كم شغلة وكم كلمة. 21,000 مبدئيا 22,000 مبدئيا أنور طلعته بالفريق خلاص. خلاص أنور ما معنا بالفريق. انت اللي تحكي. ما احكي. بعدين خلاص خليه يسدوا. 24,000 يلا يوصل 25,000 يا جماعة حتى نبلش بحديثنا. لا تبكي لا تبكي يلا. وات في واحدة كتبت وات مزح مو في واحدة كتبت مزح مو. لا قلنا جد أنور طلع. جد أنور طلع. لا ملي هو طلع جد الكاميرا. وصلت 30,000 وبحكي لكم ليش أنور طلع. أنا خاصة أنا شو إيش لازم نحكي الله. قلنا جوز. يخرب. جوز بنت عمه. لك لا ما قريبين ما باخذ قريبين. ما بتاخذ قريبين. يلا يلا على 30,000 وقال لكم ليش. سيريسلي. سيريسلي. اهلين وليدو. ايش هاي سيريسلي عم تسب؟ لك لا انه انت جد؟ للزواج؟ ايه. اسكت على اساس ملكم على اساس ملكم. يلا يا جماعة وصلت 30,000 تمنى 100,000 واحكي لكم ليش طلعت انور. انور في نسوان يعني. انور مو هون. انور انا ماني هون. انور مو هون. انور وطي صوتك. بنسمع صوتك يا ولد. بنسمع صوتك. وطي صوتك. وطي صوتك. لا يا جماعة هذا تسجيل شاشة. صوت. خلاص 30,000 بحكي لكم. جماعة انا انور طلعت بالفريق لانه كنت متوقعه شيء طلع شيء ثاني. متوقع انك ايه دوم جون كوتلو اولسون صالو سنجانو. طبعا يا جماعه انور كثير نزل من عيني الكل يلغي عنه المتابعه ما يلغوا خلاص لا تلغوا بس سبوه خلاص انور ليش راح يطلع الفريق يا جماعه يا اخي لازم نكون جاهزين حجة قبل ما نفتح طب خلاص خلينا نروح روسيا نسافر نتجوز واحدة روسية يكسب الدنيا والآخرة فوت على الإسلام فوت على الإسلام منه يكسب الجنة ومنه يكسب الدنيا إنه هي روسية صح صاحبي؟ احسب حسابي نور مار طلع من فريق نور مار صحيح أنت صار عندك مرسيدس؟ لا والله 32,000 واحد على البث شكرا كثير يا جماعة طيب نحكي بالجد جد نزل من عينك ايه والله طيب تقيل هو تقيل تقيل هيك دب بوف من انا ناحية تقيل تقيل من كل نواحي حجم وهي وهم يا جماعة نحكي بالامور اللوز كلكم عم تسألوا الفترة الاخيرة يا نور ليش قاطع يا نور ليش يا انا بينت كأني لا ما بينت هاي اشاعات يا نور ليش قاطع يا نور ليش بكتئب ليش ما عم تتفاعل مثل اول طب لحظه نزلت اعتذار بترجعني على الفريق ايه خلاص رجعت ايه. طيب يا جماعه رجع انور وطلع بعيني ورا ثاني فيا جماعه كنتوا عم تسالوني هيك انا اليوم جاي اجاوبكم على اسئلتكم وراح اقول لكم الشغلات اللي راح تصير بالمستقبل لانه نور مار رجع قديم ما صار جديد لا رجع قديم الله راح يحكي لكم قديم الله يوتيوب عرفت فيديو واو فيا جماعة بعرف أنا بفترة أخيرة كنت أطلع كتير وبعرف إنه ما عم نزلكم كتير وبنفس الوقت مالي نفس لأنزل أي شيء وإذا نزلت راح يكون مو إنه هالقوة إنه كنت يا جماعة كان في كيف في دغمونيها في كان في بنت حيطان يا ريت كان في مشاكل بيني وبين حالي فصالحتهم أنا وخليتهم يرجعوا لبعض فيا جماعة كان في مشاكل جد كان في مشاكل بيني وبين حالي انه انت كنت وعم تصير وما صرت انتوا فهمتوا الفكرة؟ ف
فهي هي النقطة يا جماعة اللي هي بعدتنا عنكم. غير هيك كان في مشاكل بتعليقاتكم وحركاتكم وهي كل الأشياء عم بأثر على نفسيتي. ما أنا مصلحة الأخلاق. تمام. أخلاق مو كل شيء. وهذا الشيء كان عم بأثر على نفسيتي يا جماعة لدرجة إنه أنا صار ما عندي نفس أي شيء أساوي. تمام. بس هلا أنا طلعان أحكي لكم. إنه خطبة. لك يا ريت. خلاص ما بديش وضعك. ما في خطبة جاهزة. أنا جاي بستنى موضوع خطبة جاهزة. ما في خطبة جاهزة. ما في. ما حد عم بوظف هنا. فأنا طلعان أقول لكم يا جماعة إنه نور ما رح يصير إنه نور جديد ولا رح يتم نور. هو رح يرجع نور القديم اللي أنتم بتعرفوه أول ما تابعتوه. أول ما رح كنت حوالي بس اليوم تصالح. الحمد لله. فيا جماعة رح أرجع مثل ما زمان ورح تعرفوا نور أيام زمان رح تعرفوها هلا. أيام زمان اللي ما بهمه شيء اللي بنزل واللي بحب شغله. تمام. رح تشوف هذا الشيء كله بالأيام الجاي. وأنا آسف على كل شخص قطعت. أحكي لهم إنك خطبت يا زلمة. يا ريت إيش وضعكم أنتوا الخطبة؟ بدهم يجوزوني غصب على راسي يا زلمة. والله ما خطبت ولا شيء. إيش وضعكم أنتوا الخطبة؟ يعني إذا أنا خطبت ما بخبركم مثلاً. خطبت بالجامعة. إذا هيك تمام خطبت بالجامعة يعني. إنه خطبت على الناس بالجامعة. بعدين ساعة عمري 21. يا صحيح عيد ميلادي اليوم. لا لسه ما صار. بينت. خلاص مرجعت الكلام. خلاص أمر وإن نحن حالياً بيت شباب عبيت عبد الرؤوف فيه 7 شباب. إيش رأيك يعني أجيب مثلاً إيش الوضع؟ محجورين. مبروك الخطوة. يخرب وليد. يخرب بيتكم. أنا خطوة الله ثبتوها علي. يا جماعة لا أحد يصدق مالي خطوة. يا جماعة ما خطب. بقول ما خطب. ها حسن. فيا جماعة جد يعني وعد مني اللي راح جد تبعت له على جد يا جماعة. جد يا جماعة وعد مني. وين خطب؟ أنا لسه ما خطب بدو. ها لسه أخوي محمد ما خطب. لسه أخوي خلاص. حماش رايك نفس الليلة أنا وأنت وأنوار؟ إيه خلاص دخل على بكرة؟ يعطونا على الخلاص تجدد. أنا عبد الرؤوف تدخل معنا؟ خلاص عبد الرؤوف مرة يدخل. شو؟ فخلاص يا جماعة لحظة أفرجيكم أنوار. كيفكو؟ يا جماعة أنا ما طلعت. لساتي موجود. شكرا على الإضافة. مبروك يا برو عقبال الولاد. يخرب بيتكم. تتحملوني هم فوق همي. حدا يقولوا تزوجت لك. لا يا عم والله انا طلعان ابرر لكم ليش غايب وانت عم تقولوا لي تزوجت. خلاص انا بسكرها والله. فخلاص يا جماعه جد وعد مني من يوم ورايح راح تشوفوا نور جديد. راح تشوفوا شغل جديد. راح تشوفوا مثل الفيديوهات القديمه الحلوه اللي انتم كنتوا تحبوها كثير. راح تشوفوا انه راح اتطور بكل شيء. تمام. بس ما راح اتطور بشخصيتي لانه شخصيتي القديمه اللي انتم حبيتوها هي راح تضل. انا بعرف انه بالايام الاخيره انه كنت غير. انا باخذ الثلاثه وانا وعبد الرؤوف بده ياخذ 4 شرق حل. صار عبد الرؤوف بدك تاخذ 4 ابو محمد. شو بدي اخذ 4 جوز 4. اي لانه قال هذا يوسف بعد البس راح افرجيك مين شو هذا. المهم يا جماعه فهي القصه كامله. راح تشوفوا ان شاء الله بالايام شغل كثير حلو. وراح ارجع ما انا وراح ارجع اتفاعل وبطلت اكتئب خلاص لانه بعرف ما انتوا انا بكتب انتوا بتكتبوا. انت بخير وانت بخير صاحبي. وهي بس عيد ميلادي يا جماعه ما شاء الله. طب خلاص عايدوني ووصلوا البس 50,000. شاركوا البس. عايدوني شاركوا البس. يلا هلا حبايبي. هلا 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 سلطان. نحن واثقين فيك ونعرف انك دائما بتشتغل لتقدم لافضل. الحمد لله يا جماعه راح اتقدم افضل من كل شيء من عدا شخصيتي لانه مره غيره. لانه انا الفتره الاخيره غيرتها مو بايدي تلقائي من وراء كثير ضغوطات من التعليقات من الحكي من الاشاعات من هيك. فمو بايدي تغيرت يعني جد مو بايدي. خاصة راح ارجع لكم مثل زمان وراح اتفاعل مثل زمان. راح اكون الانسان العفوي اللي ما بهم اذا عنده متابعين انه يطلع بصوره مش عادي. فهمت علي؟ لا الكل يشارك البث يا جماعه. كل عام وانتم بخير وانت بألف خير. قول نوري طالعني قخست. اكيد احنا هنضل معك. ما هو هذا الشيء جدعني لحتى انه ارجع مثل زمان انه انتم معي. ومقدم لكم مفاجاه يوم الثلاثاء ان شاء الله. هي عباره عن اسم الجلادين بس بشيء معين. خليكم جاهزين. نور بكره انت بخير وعيد ميلادك. انت بخير حبيبي.
هلا ادركت انه مره الرابعه عادي تصير، بس الاهم انك تعرف حالك وتعرف ترجع مثل ما عرفناك بس يا جماعه بدي مساعده منكم لحتى ارجع مثل ما كنت، انكم انتم كمان ترجعوا مثل ما كنتوا. بس هي الشغله اللي بدي اياها منكم. هاوري واهلين بهزاد، فانتوا اذا رجعتوا مثل ما كنتوا انا تلقائيا برجع مثل ما كنت. طالعين على فنزويلا انا وابو مقتدر، رجعنا الشراكه منيح خلاص خذونا معكم. فهي هي النقطه يا جماعه، اذا رجعتوا مثل الاول انتوا انا راح ارجع مثل الاول. ما بعرف يمكن الغلط مني، ما بعرف ايش الوضع، بس اللي بعرفه انه راح تشوفوا نور القديم وراح يرجع من جديد وراح يضرب وراح يكسر الساحات. وانا غلط مني انه ما لي حيطت هدف من الاول، لانه انا كنت حيطت هدف 5 مليون كنت عم اشتغل بكل قوتي لحتى اوصل قبل ما يصير يعني يخلص الهدف، عرفت شلون؟ بس انا ما حطيت بعدين هدف فمشان هيك عم اتراجع. بس لا هلا حطيت هدف وحابب اخبركم شغله على البث. خبرهم بس انت عم تحكي شغلات انا شوي شوي لانه عقل ما بستوعب انا بس ركز. طيب اجاكم احمد الشيخ انور، رحب بسرعه. اهلا بوليد. فيا جماعه خلص انا ام هير مان، وحالكم شغله كمان انكم عم بجهزكم على غنيه جديده. راح تكون يعني انتوا بتعرفوا انه انا لما بسوي شيء لازم اسوي اقوى منه، بس هالمره انا ما سويت اقوى منه، سويت اقوى بكثير منه، وراح تكون صدمه عند كل الناس. يمكن ما تجيب الشيء اللي انا حاطه براسي، بس راح تكون نقطه كثير قويه للجلادين مو بس لالي. نور ايه واحده معلقه اسمها فوزيه، شو اسمه طارقه؟ فوزيه اسمها فوزيه، منين شفتها؟ يخرب بيتك تبعيد. عليك معلقه الف مبروك عيد ميلادك. هاي فوزية كرامتي. اهلي يا فوزية كيفك؟ فربي يسعدكم يا جماعة. هلا اذا بدكم استقبل جستات، اذا بدكم نورة تعليقاتكم اختاروا انتم التعليقات. طيب والسلومو اذا ما هترجع السلومو والمحتوى التمثيل على التيك توك ولا غيرت المحتوى؟ لا ما غيرته، راح ارجع على السلومو، بس خلينا اركز على شيء اهم اللي هو الغنية. لانه اي شيء يا جماعه انت حابب تنجح فيه بحياتك لازم تركز عليه، اذا ركزت على اثنين ما تنجح. انا لما كنت مركز على التيك توك شفت وين وصلت، بعدين ركزت على اليوتيوب شفت وين وصلت، بس هلا بدي اركز على الغنيه عشان حتى افرجيكم وين اوصل ان شاء الله. بس لحد ينتظر مني الغنيه الاسبوع الاسبوع، لا الغنيه مطوله، انا ما بحب انزل شيء اذا ما كان شيء احتراف. يعني شفت اول غنيه كان عن 5 1 مليون، كان من 1 مليون 2 مليون تقريبا، 2 مليون نزل على 5 يعني 7 شهور تخيلوا. فانا بحب انزل شيء غير كويس، بس الله انا عم بقول لكم لانه صرت يعني انه جد في غنيه، عرفت شلون؟ انا هنيك كنت خايف انه الناس اللي حوالي ما يوقفوا معي صح، بس الله حتى لو وقفوا معي صح في غنيه. طب خلصت الاغنيه لسه عم سوينا منها شيء، بس تمت كتابه العقود. راح يكون شيء يا اخي ما بدي افرطكم حماسكم، بس راح يكون في شيء جديد كثير وراح يكون بالوطن العربي، انا اول واحد. ننتظر لسنه 2021. كل عام وانتم بخير وليدتك جاهزه بس تجي لعنا. اهلين يا خالو جوجو، لاف يو. نور خلص تروم نور. املت لك هديه لانه انا هديه في حالي. اي والله انت هديه صح. يا جماعه بعيد ميلاد انور تعرفنا على بعض كثير هيك، والله بعيد ميلادي وانا راح اترك. انت كمان بعيد ميلادي وعبد الرؤوف كمان بعيد ميلادي، والصراحه هدول اعز من اخوه. شكرا لوجودكم بحياتي. عفوا هذا واجبنا، وطوخ عفوا هذا واجبنا، واجبنا نحن كرفقه واجبنا. عفوا لا تشكر خلص يا جماعه. اي شغله اي يعني شلون اقول لكم، الصداقه بالشغل ما بتنجح، بس ما بعرف كيف نجح حالي انا وانور. سبحان الله ما بعرف. الله يدومه صاحبي، كانت الف مبروك انور كمان. انور تجوز، عايش مبروك نوراس. ايش عمل انور؟ هات نشوف شو مصالح معك واثقين في ابداعاتك. على راسي يا ميار، دخيل قلبي. كل سنه وانت طيب. انور غني. نوراس قال لي اغني. نوراس ما بقدر ارفض له طلب. نوراس ضعفت له عشان يروحوا المتابعين باخر البث. غني. الله يخليكم يا بعض، الله يسلمك. الله يسلمك سلطان، الله يسلمك. نور كيوت، نور كيوت، نور كيوت، نانتك الكيوت. نور سوي حفلة المليون لقمر. فيك لا فيك تقول سويناها تقريبا. لأنكم اثنينكم بتجنوا.
فيا جماعة بس قبل ما ننتهي من الموضوع ارجع I love you so much freaking I love you too. ماتشو يعني بحبك كثير. ماتشو مو ماتشو. ماتشو مو طابة. ماتش طابة. ماتشو طابة. لا لا غلط غلط فتنا بالحيط. فيا جماعة بس قبل ما نروح بالموضوع هذاك انه يا ريت ترجعوا مثل الاول لانه انا تلقائيا عم برجع مثل الاول تمام. عقبال سمعتك كل عام وانت بخير مصدر سعادة على راسي. هلأ طالعين بالرحلة فلازمنا طرب لازم أسمع صوت أنور. والله شكلك طلع تنتين ريدبول. أعطيهم أنور. أعطيهم أنور. إيش أعطيهم؟ خذني بحضنك. لا والله خلي غنيت أمير وغنيتي. إيش الغنية؟ غنيتي بيعرفها أنور. لا ديك شيرينو. لا ديك شيرينو. خلاص عم يغمرك مثلي. طلع فيها. لا لا. طب خلاص شكرا. غني حفظانة. يلا. سميرة. يا جماعة أنا حالياً مالي متدرب بس أرجع صوتي للحنجرة. يور لا أرد أعمل دعماً الله عشر صوت. لا شفت نورس بدون ما أغني بالله. الله عشر صوت. عشر صوت يخرب بيت تسليقك يا نورس. لا بنا ألوان مربع. طلب طلب يعني حتى محمد واقف. ليش طيب عم حطهم معنا معنا رح تغنينا حطتك براسي. خلاص غنينا حطتك براسي يلا حتى لو تتشوه هالغنية. قبلك انا كتير حبيت يا ما شئت ويا ما هويت صح كنت طايش لكن هلأ عالحلال نويت خلاص انا بدي اياكي وحطيتك براسي خلاص مت بحلكي وحبك شي اساسي وحطي ايدك على قلبي وحسي نبضي يا حبي عشقان دايب ولا محمود بتمنى تضلي بقربي بتمنى تضلي بقربي خلاص خلص حبي لي خلص والله خلص يا جماعه حد يسكت وانت بس نورس نامو تمام يا ويلي خدم حيلي خلاص مني وما في نام كيف بدي نام خلاص هيك خلاص خلاص كلمه بحبك ولو معك غيرك انت لا لا ما غيرك انتي لا لا خلص وصلت خلصت خلصت ايه انا كفي حال يا نقص المتابعين شي الف والله نقص المتابعين الف يخرب بيتك على الصوت على الصوت يا اخي لازم الغنية تكون لك شايف حتى شفت شفت يا نوراس خذ جواني موخذ في واحد من الركاب زاد حاله هذا انور يدفع اجاره شو؟ في واحد من الركاب زاد حاله من كثر ما قوة الصوت حلوة شكرا شكرا يا نوراس شكرا متى انا طيب يا جماعه طيب ايش رايك تفرغ لي حقوق الغنيه عشان ما ارفع عليك طيب يلا نحكي مع محمد زيد الدعم المعنوي لانور شكرا شكرا انا ما دعم معنوي انا بعرف صوتي حلو اطلع لكم جستات كتبوا لي ايه او لا يا جماعه بدي افتح لكم بس على التيك توك يمكن بكره يمكن ما باكدكم بس يمكن في كبسه بتطفي والله ما بتطفى انور ما بتطفى غير اذا ترجيتي والله صوته حلو لا هي شكرا سلطان لا طلع 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 العالم عم قدره موهبتي روعة صوتك يا انور انت صوتك حلو ولا مش هلا انا انت صوتي نشاز مو بس مش حرام عليك انور حاطين سماعات يا صح صح ليك انا كثير حبيت يا ما شفت ولا مريت صح انا طايش لكن شو هذا ما ادري حب هلا يا مريم انور استمر طيب راح نطلع لكم قستات وراح نطلع قستات منكم افتح قست وخذني افتح قست وخذني خذ قست اعطيني هاد قسطات يا اخي مستفزين قست عجب هدول بيعطين قستات ولا هدول لا طب تعال شوف هاي عجب بيعطي قست نورين شرف العام بخير يا حب انت بالف خير جواني حبيبي نور متى تغير صوت البروفايل لا هي صارت رمز الجلادين الاحمر تنى في طلبات في مختلف كويس حركاتك انور طب شلون نعرف تطير من جست ولا هدول هدول بس ها سي ال يعني رؤيه الجميع واو شكرا على المعلومه كون طلع انور يقدم لك على الجست واو تعال شوف تعال شوف تعال شوف مين في مالي عارفان مين طالع يا جماعه من كثره الجستات لا مين 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 خلاص تعال انت هيا طلع لي محمد يلا اللي بعده انور غني اول اغنيه بتجي على بالك غني
الو الله يفضل الله يفضل. الو، هلا كيفك؟ او ماي جاد او ماي جاد. الو، مرحبا. مرحبا نور. طب خذي خذي نفس، هدي شوي عشان اركز معك، لو نفسك عم يدخل بالهواء بالمي. ايه بس سوري. خلص هدي. كيفك؟ الحمد لله. انت كيفك؟ ايش اسمك ومنين؟ انا اسمي توام من مصر. هلا يا عم مصر. لا كشري حبيب مصر يا باشا، في قلوبنا انت. طيب ايش موهبتك يا ايش كان اسمها؟ رؤى. تؤى. تؤى 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 بالتاء. ايش موهبتك يا موهبتي؟ الرسم. الرسم والله. يا نور، ايه الرسم. انت عملت لي فولو. انا عامل لك فولو وبعت لي خاص. وش بعت لك خاص؟ لحظة شوي لحظة شوي. ايش بعت لك؟ بعت لي حبيت رسمات شكرا لتعبك، وعملت لي اعجاب على الرسالة تبعي، وكان وقت الساعة 4 الا 10 الفجر. حفظان واحد حفظان. والله شكرا كثير لاهتمامك. انت تذكرت رسماتك، انت رسمتي لي جوا انا قلب وراسي وجهي. ايه هي ايه هي هي رسمة كثير بحبها. انه وقتها كنت عن جد رسمتني و قلب الانسان وانا هيك ما بعرف كيف، بس كثير حلوه. صح انا شفتها. اقسم بالله يا جماعه اللي عم بيعمل شغلات حلوه كثير اكيد درس له. ايه تؤى، ايه اقسم بالله عن جد كثير فرحتني والله، ما ضيعت تعبي. دخيل قلبك. طيب يا تؤى، حابه تحكي شيء، توصلي لنا رساله او شيء بالذمه الاوضاع اللي حكيت انا فيها؟ بدي اقول لك العام وانت بخير، ولا تكتئب ابدا، وانت عن جد انسان كتير كتير مبدع، وقاهر مضغوطين، وعن جد انت ما في مثلك احد. قاهر مضغوطين. يا شكرا شكرا. طيب تقعد. شكرا كتير لمشاركتك، انا لازم انزلك حتى اطلع عليك. تمام. ايه ايه تمام. اي لاف يو كلكم. مي تو كلكم. تنطلع تنطلع يا محمد، تنطلع يا محمد. محمد ابي علي حماد. تنطلع يا حماد. شو ببعت الجيست جو لايف تو محمد. يلا طلعت واحدة تحية تبعنا الخاصة. بسم الله. مرحبا. ام محمود. ام محمود الورد. لا مالي مالي فاضي، ليه بسرعة تراجع على بس على بس نور مار مالي فاضي. تمام يلا خلص وتعال. كيف كنت؟ والله ملل 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 يا زلمة ملل. والله نحن طلعانين مع الشباب والله، عم نسهر كنار، عم نلعب لك ورا يا محمد. انتوا اختراتوا قوانين هتمشوا بعد الحجر، ما حدا قال. انتوا الدولة، مين نحن قدامكم؟ امبارحة مسكتنا بس هذا سوا امه وانا امي وخالتي وقدروا ادفع اجار السيارة وفي مليون دولار كل شيء. يعني كل شيء اشتري زرق الحمد لله وعدونا بس. ايه الحمد لله، ما اشتغلتوا لنا نحن اشتغلنا لكم. والله انتم في القلب محلكم، لهيك ما بنشتغل لكم كثير لانه في القلب على طول. لا كذب. بربكم بربكم عنا منورين، بربكم اتفرجوا عنا منورين. انتم نورتوا بس. توتش محمد. ايه محمد خلاص هدوء هدوء سبات. ايه محمد ايش رايك بالحكي اللي حكيته؟ اركب طياره بتاعه انا وابو مقداد ونطلع تريكس. الحكي اللي حكيته ايه؟ هو انت بعرف انت كان عليك ضغط كتير كبير. تمام كفو محمد. سلام محمد. انت وبعرف انه انت قد وقدود ان شاء الله. سلام محمد. خلاص رح نرجع رح نرجع. خلاص لا حد يصفي لا حد يصفي. يلا خلاص احكي ان شاء الله احسن. نور 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 خلصت نور. عرفت احكي عرفت احكي عرفت احكي. طب خلاص يا نور. لك يا نور ايه ما في وحده قالت لك وين اختارني مع الدرس بالشغله قديمه اخره سكر وطالع من عنده. روح سكر سكر طالع على السبعه ما بدي اقول لك خليني سيرو بس لو طالعنا نحن لك اخوه فاصل سكر باي باي. الشباب
عنده عم بقطش، عم بقطش النت كثير عنده. طيب نطالع غيره، مين طالع؟ تن طالع هي بلا طلع فوزيه، لك فوزيه ما بعت لك جيست، انا بعت لك تعليق وجيست فوزيه. يا جماعه ما بحسب، طب هلا فهموني غلط، فوزيه هشام هي، فوزيه مار فانز يمكن. سؤال لأنور، ايش اكثر شيء تغير بنور يوم عرفته؟ حلو السؤال. بس صراحة ما تغير بشيء طويل، بس الضغط يلي صار عليه ممكن يلي خلاه يبعد عن الشيء يلي بحبه، يعني صار ينضغط وقت صار ينضغط ليش هيك نسبت السيجارة، وقت صار ينضغط صار ينعزل، هالشيء كان بيأثر عليه كثير. بس حاليا نور، بس ايش ايش تغير عنك؟ عني لا ما تغير طويل. تغيرت عليك شيء مرة يا صاحبي؟ انا تغيرت عليك غير متغير علي، لانه متغير علي متغير ليش؟ هي هي هذا هو هي لا هذا هو لك لا هي اللي يوم لا ما اعرفش لك ايه منوري المخدات بنت بيتك بنت هي كيفك هاي Do you speak Arabic? No, I speak English. You can How go, are you? You can go now. Are you single? What? والله لازم نتشك. لا. طب لحظة خليني بس ضبط هيدا. Okay. I don't speak Arabic, please. I don't understand you. Oh, why you don't speak Arabic? I don't understand you. أنت شنو تحكي عربي عراقي سوري؟ شنو هذا يا ربي؟ شنو هاي العوينات؟ من انت؟ من شنو الكلوات؟ منين جبت الكلوات؟ كلوات والله ما ادري من وين جبتها. بعد بعدين بعد طيب. طيب. طيب الاسم الكريم؟ اني اسمي موزة. والله لازم بضربك بلوك. عم تحكي انت منين؟ شنو؟ انت شنو؟ منين انت؟ اني من العراق. طيب انا عراقيه. طيب انت من انت عراقية. أنا من فصل بغداد. طيب انت عراقيه، انا ليش ما مصدق انك عراقيه؟ والله ما ادري، ما بقول ما ادري، بقول ما ادري العراقي، ما بقول ما ادري، بقول ما بعرف، ما اعرف ما ها. يعني تدري انا عايشه بعده دول عربيه، عشان هيك ما عرفت احكي، يعني تختلط اللغات بعضها اللهجات. ها اي والله مو طيب تعال تقطعي، انا احصلك واجيبك. منين انت؟ من العراق. انت مو مصدقني؟ لا انت تشكك بكلامي؟ خلاص اسف ما قصدي. ايش بك؟ شنو هذا؟ انت منين؟ منين؟ من العراق. ما بقول شنو هذا، بعرف كذاب، ما عراقي، لبنانيه. انا ما اعرفك، من انت؟ طب خلاص انا بدك جاي تتقتلي ولا جاي تحكي لي كلمه حلوه؟ لا تعمل حالك هيك، لا تعمل بحالك هيك، اسمعي كلمه الجنبك، لا تعمل حالك مقلب. ليش عم تقول لها يا نور؟ الا عم تعمل مقلب. هي هي منين؟ هي منين؟ انا من كغستا اكلت قلت لك يا كف. انا من منين هي؟ ها؟ انا بعرف شعب العراق ما هيك بيحكي يا اخي. من البقاع، من الجنوب. لا من بعلبك. انا بقاع يا زلمة، على راسي تصيرني كلمة بعلبك. المهم نورمال، كيفك انت؟ الحمد لله. ها الحمد لله، كيفك انت؟ انا الحمد لله، انت شو اخبارك؟ والله الحمد لله مشتاق بخير. كيف صراحة تبعيتك كذا مرة هيك، عندك محتوى حلو ومهضوم وبس، وحبينا نطلع ونحكي. شنو تريدني احكي؟ نحكي لك، انا عندك موهبه. تريد اعرفك مو هلا اخر هالزمن، انا قاعده اريد اقول لك موهبتي وانت قيمها. طيب يلا تفضلي اجري بحديثك. شنو تريد؟ موهبتك. موهبتي ها هذه هي، احكي وياها. قلت لغات لهجات، هذه اللهجات مزبوط يا. شنو اسمه؟ طيب طيب ايش اسمي؟ طيب ايش اسمك؟
هلا بالعاده انا كل يوم بطلع لايف، رفقاتي اللي بيعرفوني، فما بيطلع عندي اكثر من 25 حدا، وهيدي اذا هيدي نهار القش بيطلعوا 50 يعني. ما كان تعرفوا الشهرة مو بس للبنات. ها انا ما اريد انشهر. غني منو نورمار هذا؟ ما اعرفه، ما اعرفه منو هذا. كلمة ثانية انزلك. لا 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 تنزلني، اخاف اقع وما يعني تنكسر رجلي. اعتذري من انوار، اعتذري من انوار. لا ستوري، اعتذري من انوار. اعملي لنا شيء بيضحك. طيب هذا شيخ الشباب، اعتذري منه. اعتذري منه، اقول لك اعتذري منه. غير من ربي. ليش مين هو؟ شنو بيتش؟ والله عارف انت غلطت بحقه ولازم تعتذري منه. بالفرد انا اسف. طب انت ما لك مصلحه هي تعتذر. ما نسيت انا. طيب يا فاطمه، ليه بدي اعتذر؟ ما فهمت. طب خلاص خلاص خلاص، انا اعتذر خلاص، هو اعتذر. طيب يا فاطمه بسالك سؤال. الا حبيبي انت معنا من اول بس ابتشت شوي لانه اجاني. طيب طيب شفتي انا ايش حكيت؟ طيب اعتذري منه. والله على قطعك. والله على راسي. بالحجر. والله عم ندرس وعم نحفظ لغه جديده. عم نلعب وراء. ايش عم نعمل يعني؟ عم نلعب للصبح. القران. ايه. تجويد. اسماء الله الحسنى 99 اسم تعلمناهم البارحه على المعلومه. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن. احفظ جزء عمه. شو؟ احفظ. لا جد احفظ جزء عمه. والله شكلك ما بتعرف ايش معناتها جزء عمه. جزء عامه؟ ما اسمه جزء. لحظة بدي احط بلا فلتر لانه هذا الفلتر. خلاص انت بلا فلتر هذا. هلا هيك تمام؟ جعفر. تمام. اوكي والله بتشبه في عبد الرؤوف. اسبوع يونس عبد الرؤوف وانت بتشبه فوزه. مين؟ فوزه. مين فوزه؟ فوزي. فوزه ابو فوزي. لا بس عبد الرؤوف شاب، انت مالك فهمان الوضع. امبارح عبد الرؤوف شافني على اللايف. شاف روك شفتها على اللايف ولا البارحه؟ خلص بالعجيب. انسان مسحب على اللايف. طيب 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 يا فاطمة، طب بدك تعطيني كلمة لأنه أنا مكتئب. أوكي أعطيك كلمة حلوة يعني؟ لا مو كلمة حلوة يعني غزال، لا إنه تعطيني شيء إنه تشبه تينا. عم بقول لك نورس تشبه تينا، بتعرفي تينا؟ عيد ميلادك بكرة؟ إيه. أوكي معزومة؟ مع أنت ليش هذا معزومة هاي؟ لا بكرة حجر، بكرة حجر. نعم للتنين. يوم التنين خلاص تمام. ما يصير شيء. يوم التنين، لا حد يصحى. يوم الاثنين انور بصح لك ان شاء الله. تمام خليني صح لك مع اللايف. يا خيي شو خص انور؟ انا وكيل اعماله زي ما الخبر. اسمه مدير اعماله. مدير مدير اعماله. هلا ما هو بنرجع حديثنا. يلا خليني اغني لك قبل ما نسكر لانه سوري بتعرف انشغالات كثير وعندي دائما ميتينجز وهيك فما ما كثير فاضيه. والله العظيم طاوله واحده فيها بيض على وجهك تصيري احلى من عبد الرؤوف. فليك حاعطيك من وقتي نتفه. وغني لك اوكي كرمال عيدك. ما حدا يقعد هلا يصير يقولوا صوتك بشع وصوتك ما عارف شنو. ما خلاص صوتك بشع. تفضل. اوكي يلا يعني. بحب في غرامك بلاقي كلامك صوتي احلى لو حتى في قصادي. شو بك يا انور ما عجبك؟ صوتي احلى صوتي احلى. اسالوا نورس اذا نورس موجود. اسالوا صوت مين احلى يا نورس اذا انت في البث يا نورس احكي. خلينا نسمع خلينا نسمع. كده كده حتراضي.